كل التحية لكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حديث جماهير مدرجات مبارتي الفيصلي وأمعان، وكذلك الوحدات مع الجزيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة درع الاتحاد. متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. أوقاتكم مشاهدينا محبي قناة الأردن الرياضية، أهلا ومرحبا بكم دائما مع بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم الثانية، ومعها بدأت الحسابات وبدأت التوقعات. طبعا احنا بالدقيقة 41 والعدد 0-0 بالنسبة للجمهور، بالنسبة لمباراة معان والفيصلي. خلينا نشوف هالشباب اليوم. جمهور الفيصلي جمهور قليل، يعني ما اعتدنا احنا نشاهد جمهور الفيصلي بالعدد هذا القليل. شو يعني شو السبب برايك؟ اي عشان بداية المباريات، ان شاء الله الايام الجاية الامور تكون افضل واحسن، ونستنى عبين ما تستقر الامور، ان شاء الله الامور للافضل ان شاء الله. توقيت المباريات يعني خاصة مثلا الأندية اللي لها جماهير كبيرة، يعني هو التوقيت يعني بكير كثير، المفروض يكون المفروض يكون لقدام شوي يعني. والله ما راح نحكم عليهم. هاي المباراة الثانية. المباراة الثانية تمام. الفيصل لسه ما خلص تعاقداته، ما اكتمل صفوف المحترفين كاملين فيه، لسه الواحد ما انطى المحترفين، لسه ما انطوا المطلوب المستوى المطلوب بالملعب، يعني لسه الفيصل ناقصه شغلتين. شو ناقصوا المحترفين وناقصوا مهاجم يعني، بس الفيصل بس ودهم مهاجمين، مهاجم يعرف يسجل يعني. دائما متواجدين مع الفيصلي، دائما في كل مباراة بنشاهدهم. أكيد الجماهير لها نظرة كمان بالفريق وبأدائه. أكيد حقهم الجماهير الفيصلي طالب بفريق محترم ونتائج، وإحنا إن شاء الله خلال الأيام القادمة منتظر مهاجم كويس يكون رأس حربة اللي ينهينا هجماتنا، يعني قاعد كل مباراة بنضيع 5-6 أهداف. فترة الإعداد غير كافية. فترة الإعداد غير كافية. مستوى متدني جدا جدا، يعني حتى بعض الفرق يعني من اول مباراه بلش الدرع، يعني في اقل فريق صار عنده اصابتين وثلاث اصابات، وحتى الفيصل صار عنده اصابات قبل ما يبلش الدرع. فهذا مخزون لياقه،
المخزون اللياقة وإعداد البدني، وكمان بتعرف يعني أنا شايف حتى غياب الجماهير، غياب الجماهير بتوقيت مباريات زي هيك غير مناسب. وين ساكن طيب؟ أي منطقة؟ مدرسة زرقاء. والله تحس البطولة يعني لازم الجمهور بيكون عارف انه هاي البطولة اما تلعب فيها كبطولة تنشيطية او تلعب فيها كبطولة رسمية انه انت ناوي تحصل على لقب. مش شايف في مداورة، مش شايف انه الفريق يعني بده بطولة، يعني مش راضي يبين معنى عدم المؤاخذة انه يعني لا بده بطولة ولا مبين انه بده يصعد من مستوى على لقب عدم المؤاخذة. بعدين يعني احنا عندنا اليوم المباراة الثانية، في حال ما حصلت الثلاث نقاط راح تكون المباراة الأخيرة صعبة، يعني ما بتضمن نتيجتها خصوصا مع فريق كبير زي فريق الوحدات يعني. وبخصوص يعني عدم المؤاخذة المجموعات الثانية، يعني في عندك مجموعات بينت انه الثاني راح يحصل على خمس نقاط فقط، يعني مش راح يجيب ست نقاط. فوزنا اليوم في حال وصلنا ست نقاط تقدر تحكي تضمن 90% انك على الاقل تتأهل مركز ثاني بالضبط، يعني راح يكون لنا دور نصف النهائي وسلامتك. وطبعا جماهير نادي معان لم يحضر من الجماهير سوى شخص واحد، راح نعمل معاه لقاء ان شاء الله ونسمع شو عم بيتحدث عن فريقه. ما شاء الله ما في غير انت. انا رئيس الرابطه. رئيس الرابطه كمان، رئيس الرابطة. رئيس على حالي. لا المستغرب يعني دائما عاده بكون في جماهير معان، اي نعم هي قليله لكن بكون متواجد. فكره يا سيدي العزيز انه الملعب تبع معان جماهير يعني كلها من معان تيجي، فما حدا بيجي. ما في جماهير مثلا لمعان بيشجعوا الفريق موجودين بالعاصمه؟ في ما شفت حدا. ما كونك انت رئيس الرابط. طبعا. عامل احصائيات ترى. ما في الا بمعان. بمعان نفسه، المشكله الملعب بمعان نفسه مش جاهز اساسا. اعتمد. نعم صحيح. فعشان هيك. في لك اخ بيلعب مع فريق. غيث اسعد. مين؟ اسعد. ليث اسعد. غيث. غيث اسعد. لازم احتياط لسه ما نزل. كيف شايف مستوى؟ انا والله حتى البعض الجماهير الفيصل بتحكي انه النادي معان يعني ما شاء الله عليه في فرق عن المستوى السنه الماضيه لحد فتره تعتبر فتره اعداديه هي بطوله الدرع. خلينا نشوف الشباب شو بيتحدثوا عن فريقهم اللي هو الفيصلي في المباراة الثانية. يعطيكم العافية شيخ. يا شيخ شلونك؟ كيفك؟ مستوى أقل من عادي، واللي عتب على محمود الحديد إنه ما بلعب مهاجم صريح. موجود مهاجم صريح؟ لا مش موجود، ناقص الفيصلي، بس في لعيبه احسن موجودين وبتادي هذا الواجب. صحيح مزبوط، منه مهاجم صريح موجود عند بالفيصلي مهاجم صريح اللي مثلا الحديد يزج فيه. انا اقول لك العكش لازم يعطيه فرصته، لازم العكش لازم يعطيه فرصته، ما العكش ما خداش فرصته بلا وبنا مؤاخذة. واحد وسط عندناش، الوسط المره ضعيف الوسط صح، ما فيش على اداء اليوم تحكي اداء المباراه ولا بشكل عام؟ لا بشكل عام، يعني المباراة اللي فاتت نفس الاشي، المباراة نفس الاشي اللي فاتت، يعني لولا الحظ ضرب حر مباشر ما بنجيب فوز صح ولا لا؟ والله اداء بسرعة اداء، ما هذا مش الفيصلي، هذا ما تعرف الفيصلي، هذا مش الفيصلي بالبطولة العربية، هذا مش الفيصلي اللي لعب مباراة الكأس. الفيصلي ينقص اللمسة الأخيرة كمان وينقص مهاجم داخل الصندوق. أنا ما بعرف شو قصته بينه وبين العكش، إذا في قصة بينه وبين العكش شيء، العكش بينزل المباراة كاملة مشان نعرف شو هو. يعطيه فرصة حقيقية. يعطيه فرصة حقيقية قدام، يعطيه فرصة، حرام يعني في لعيبة يعني ما أخذت فرصة.
العكش ما اخذ فرصه، عبد الله عوض ما اخذ فرصه، شو ما انا عارف، هذا مش الفيصل، اداء سيء سيء للغايه. لما يكون الاداء سيء برايك عمين يعني المؤشر وين بروح؟ على مدرب، على اللاعبين؟ والله المدرب له يعني، المدرب طبعا، اللاعبين والله بيلعبوا بس يعني بدهم اللمسه الاخيره، بدهم شويه ضغط. كيف يا خال، شو اخبارك؟ الله يرضى عنك. خال هذا مش لعب الفيصل اللي دائما تعودنا عليه، الفيصل دائما البطولات عاليه كثير. طبعا اللعيبه قاعدين يحموا هون صار نص ساعه، اعطوا فرصه للعكش. العكش ما بينزل غير اخر دقائق انه هيك على مستوى، خطا. العكش هو المطلوب لانه بيلعب مطلوب مهاجم صريح. صحيح مطلوب، مطلوب جماهيريا. هيك انتهت المباراه. انتهت والله. تعادل سلبي. ان شاء الله بالتوفيق مباراه الوحدات باذن الله، باذن الله. والله محترفين على الفاضي، ما فيش لعب زي الناس والله. يعني والله ندمت اني جيت الصراحه يعني على الفاضي. والله تعادل سلبي واداء سلبي كمان. مش بس الاداء سلبي طبعا، يعني عندك الهجوم شبه عقيم، عندك مهاجمين برا ما بتنزلهم، عندك امثال عكش، عندك محترفين اثنين جايبهم لهسه مش شايفين اي لمسه لهم نهائيا. ما بعرف يعني انت بس بدك تجيب محترف لا بتجربه لا بتختبره، عندك محترفين كثير ضعاف عندك. متابعينا هكذا انتهى لقاء الفيصلي مع معان بالتعادل السلبي. سنكون معكم بإذن الله مع جماهير مدرجات اللقاء الذي يجمع الوحدات مع الجزيرة، خليكم معنا. ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، وصلنا بكم إلى ردود أفعال وانفعالات جماهير لقاء الوحدات مع الجزيرة، ابقوا معنا. دقيقة طبعا 27 من لقاء الوحدات مع الجزيرة، الجزيرة طبعا مسجل هدف على الوحدات، راح نشوف شو ردود فعل، شو بيتحدثوا جماهير الجزيرة حتى هذه اللحظة، خليكم معنا.
والله الحمد لله رب العالمين، احنا نادي الجزيرة دائما بيطلع الابطال قد ما منخرج وبيطلعوا بفضل من الله عز وجل، منرد نطلع نخرج ابطال باذن الله، ومنواجه ودائما باذن الله قد المسؤوليه باذن الله. طبعا باذن الله انه رغم الضائقه الماليه اللي فيها الجزيره راح يكون رقم صعب الدوري هذا ان شاء الله باذن الله، لانه كل الدلائل بتدل انه راح يكون رقم صعب باذن الله بهمه الاداره المؤقته، الاداره طبعا دائمه باداره كابتننا الكبير نبيل التالي، بنتمنى لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله. يعني لاعبين كثر خرجوا من الجزيره، حوالي تقريبا ان لم تخن الذاكره ممكن 17 لاعب. نعم لكن صحيح. ما زال الجزيره بيأدي يعني. نعم صحيح. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا للتلفزيون الاردني لمتابعته دائما لكافه الجماهير الاردنيه. احنا الكل بيعرف انه نادي الجزيره مدرسه وتخريج اجيال، وانتم بتعرفوا هذا الحكي. الحمد لله رب العالمين انه عندنا فئات عمريه، دائما تعودنا انه نرفض الفريق الاول بالفئات العمريه وكلهم على سويه عاليه، واكبر دليل انه كافه الانديه الاردنيه استفادت من الفئات العمريه او استفادت وبنوزع. نعم نتفرج على الاداء اليوم، فريق يعني مش طبيعي، فريق عالمي برغم الغيابات والناس اللي غادرت الفريق، احنا الان مقتنعين بالشباب، الشباب ما شاء الله بعطوا 100% واحنا راضين عنهم الزياده، بس بحاجة احنا بس لهداف، يعني نفك قضايا النادي ونجيب محترف مهاجم بس، ولا بقية الأمور محلولة. عادي الهداف اللي بيحكي عنه أهم شيء في الفريق واللي بترجم كل ال هو احنا مش انه بس الهداف المترجم، انت شايف كيف وضع نادي الجزيرة. يعني انا بشكر الإدارة يعني اللي قاعدة بتهتم لممت هالفريق وقاعدين، وهي تطلع يعني تشوف الدليل، يعني انت تطلع كويسين كيف لو عندنا كم لاعب من هالكبار يعني اللي يسووا. وانا بشكر يعني برجع بشكر الاداره وبشكر، وهذا بثبت لك من الجزيره مدرسه. الله جمهور الجزيره حلوين على قلتهم، لكن ما شاء الله صوتهم مرتفع، صوتهم عالي. ده كادر صدى الجبين يكون بين الجمهور هيك والاصوات المرتفعه والجماهير الفرحانه حتى الان، طبعا لانه العدد لغايه الان 1-0 للجزيره، فرحانين. طبعا ان شاء الله يا رب الله يتمم علينا الفرحه، وان شاء الله يا رب الفوز حليفنا. حسيت قلبك مع الهجمه وقف؟ والله نعم نعم. سكت هيك؟ نعم اكيد اكيد قلبه راح يوقف اكيد. الله يسعد مساكم، واحنا يعني الحمد لله رب العالمين، اداء الجزيره اداء مشرف، اداء يعني ببسط جمهوره، وان شاء الله انه حليفنا الفوز، وراح نفوز بمشيئه المولى، وراح يعني ما راح اقول لك انه راح نتصدر او ما راح نتصدر، ان شاء الله بنطلع كثاني افضل فريق بمشيئه المولى، هذا كل شيء بمشيئه المولى. انتقلنا بكم مشاهدينا الكرام الى طبعا جماهير الوحدات، جماهير الوحدات لغايه تقريبا الدقيقه 40، جماهير الوحدات ما زال خاسرا بهدف نظيف، هنشوف شو راح يتحدث جماهير الوحدات عن مستوى اداء فريقه حتى الدقيقه تقريبا 39، اداء الشباب كاداء. كاداء يعني لسه مش كثير. لسه مش كثير. تجانس يعني؟ لسه ما في تجانس، لا. في عندك نقص بالنص كمان. مين؟ يعني زي احمد سريوة، عندك احمد سمير. مشاهدينا الكرام، الجميل بانه جماهير الوحدات ايا كانت المباراه، ايا كان الخصم، جماهير الوحدات دائما متواجده، ما بنقول خلف فريقها، بجانب فريقها، داعم لفريقها، وهذا الشيء الجميل اللي يسجل حقيقه لجماهير الوحدات. بسم الله الرحمن، معك ابو فوزي القرين. الحمد لله احنا والدي الله يرحمه مربينا على عشق الوحدات، واحفادي مربين عشق الوحدات، واحنا والجنرال ابو ساعده ورابطه المشجعين والشباب كلهم الطيبين. انا والله ما انا قادر، بس جيت عشان حبي للوحدات. مشاهدين القناه الاردنيه
جميع المحطات اللي بتنقل من خلال القناة الأردنية العزيزة على قلوبنا. بدي أسأل سؤال لأخوي جمال رواجدي، وهو دائما بيعمل لقاءات مع جماهير الأندية الأردنية عامة، وبدي سؤال وجواب بصراحة. جمال رواجدي، ما سر حب جماهير الأردنية بشكل عام وبشكل خاص للإعلام المخضرم الحبيب جمال رواجدي؟ والله يا أخوي يا أبو سعد اسمعني، الدخول بين الجماهير صعبة، مش أي إعلامي بيدخل بين الجماهير، لأنه فئات بتختلف، نوعيات بتختلف، مع الاحترام لجميع الجماهير، عرفت علي؟ لكن هو بفضل الله عز وجل، حب ربنا عز وجل بحبب الناس فيه، هذا نعم صحيح. اللي بده يعني زي ما بقولوا، من حبه الله ومن حبب خلقه فيه الله بحبه، رضا الله ورضا الوالدين. الأخ جمال رواجدي شهادة لله. أنا باسم الجماهير المارد، جماهير وحدات، هذا الرجل أكن له كل حب والاحترام، وأتمنى من مدير القناة الرياضية بث هذا الفقرة تقديرا لجمال رواجدي. شكرا لكم وتحية لجهة التلفزيون الحبيب. أبوك ليش جاي بقول؟ ليش جيت مع أبو؟ عشان أحضر مباراة وإن شاء الله نفوز. شو لابس هذا؟ أخضر. دم أخضر. نتمنى السلامة لكل اللاعبين، ما بدنا لا بطولات، بدناش بطولات، ولا بدنا أي شيء بهمنا، بس سلامة اللاعبين. يدخلوا على الدوري. يدخلوا على الدوري. الشوط الأول مستوى متوسط، وإن شاء الله بشدوا حالهم الشوط الثاني والفوز بيكون حليفنا، وإن شاء الله بنتصدر بطل المجموعة وبناخذ البطولة، وهي بطولة مهمة وبندخل على الدوري إن شاء الله وإحنا ماخذين البطولة. مهمة الشباب مع اكتمال فريق وجود المحترفين. قاعد وأول مرة بعمل مقابل، دائما بتعمل مقابلات حوالي وأنا أول. يلا فرصتك. لا أنا بصراحة بس بدي أشكرك على البرنامج الحلو، كل الدار عندنا بتقعد بتحضر فيه، أهم شيء إنه العائلة تتجمع وبتحضر البرنامج، هذا إنه جو عائلي. أنا بناء على طلب العائلة طلعت معك اليوم، وبتمنى إنه كمان أداء الفريق يتحسن بالشوط الثاني. نشكر القناة الرياضية والقائمين عليها، هذا محبة جمهور الوحدات إلكم، لأنكم أنتم ما شاء الله عنكم، يعني إحنا منحبكم ومنحب القائمين على هذه القناة، لأنكم أنتم جماعة ما شاء الله عنكم، والله يعطيكم العافية. بعدين يعني الوحدات اسم كبير، يعني لو تأخر الشوط الأول أكيد الشوط الثاني راح يرجع، يعني الإدارة شغالة على هذا العمل وعلى هذا المنطلق. بعدين الوحدات يعني اسم بيمثل الأردن في بطولة آسيا الموسم هذا، وإن شاء الله كلنا راح نقف خلفه. تحضير لبطولة آسيا أظن البطولة. إن شاء الله بطولة الدرع هاي يعني بطولة محلية تجريبية للاعبين. صلاة الجماهير. سيد الجماهير. في الوقت المتبقي كرة ملعوبة والحارس، وخطرة وحداتية كانت، ولكن متواصلين معكم متابعينا الكرام. حاليا طبعا الدقيقة 81، ما زال الجزيرة فائز على الوحدات بهدف نظيف. خلينا طبعا احنا جينا
للدرجة الثانية لنسمع الجميل الوحدات. ما هي ليش ما ترجمت لهدف؟ ما فيش مترجم. يعني الوحدات من ايش بيشكي؟ فريق الوحدات مش بيشكي من مين ايش يا سلام؟ يعني قصدي انت حسب ما بتشاهد. جمع جديد. هاي جول. الله اكبر. هاي صناعة هدف على السريع الحمد لله رب العالمين. الجول هذا من وجهك الحلو لانه انت حلو واحنا بنحبك واحنا بنعشقك. يعني هسه الوحدات مع الهدف انتم كجماهير عجبوكم الوحدات؟ اكيد اكيد. ما بتصبروا على الفريق ده غالي علينا. احنا بنيجي على المدرج ما بنيجي نحضر المباراه، بنيجي بنشجع بس ما بنحضر المباريات. لسه الفريق بده مش جاهز بالمره. بس جاهز يقولوا بده مهاجم. رغم هذا الجول هذا مش الوحدات، مش وحدات. لا شو ناقصه؟ ناقصه فريق كامل وسط. مهاجم كامل كثير. بدك مهاجم. بدك مهاجم يعرفين هي صح. بحب دائما مشاهد الكرام انه يظهر ظهور الاطفال معنا بالبرنامج. الاطفال يعني لهم حق علينا، احباب الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا احباب الله. افرحكم الهدف ولو يعني ما جاء متاخر. الجميع كلها تتحدث انه جاء متاخر. اجى بدقيقه تقريبا 84. اجى متاخر. احنا بنتمنى نشوف اهداف يعني بالمباريات بشكل عام، بس للامانه يعني لسه المستوى ما ظهر بشكل مطلوب. يعني هل هم بيعتقدوا انه بطوله تحضيريه بجربوا اللعيبه او لا؟ مش عارفين. يعني بنتمنى الرياضه تنهض صراحه في البلد. ان شاء الله في كمان جول. في كمان جول ان شاء الله باذن الله. شو حط على شعرك؟ يا اصبريه. ركز على عيون الخضر. امير. 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 والله انك امير. شو جاي تحضر انت؟ مباراة. شو جاي تعمل هون؟ وحدات. والله مو كله امير وحداتي. والله مو عارف كله امير وحداتي. جايبه غصب عني. لا والله وحداتي. اكل راسي بالدار بدي اروح على الوحدات. والله ما يكون جاي منطقه بعيده. لا بالهاشمية هون. بالهاشمية قريب. تخلص. تخلص تعادل. وحدات ضايع. تعادل كويس الوحدات؟ لا شو يعني عنده فوز. مع الايام وبتحسن المستوى. ما عجبك الوحدات اليوم؟ ما عطاها. والله عجبني الروح الجماعية للفريق كله للأمانة. متابعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نقطة النهاية. علمتني الرياضة بأن الشخص القائل بأنه المهم ليس المكسب أو الخسارة كان في الغالب خاسرا. في أمان الله وحفظه.